السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا في نتكلموا على المباريات، يعني بعض المنتخبات. على دي قلنا لكم النهار اللي قال لك بلي غادي كاليفو 10 الكوب دي موند، قلت لكم جماعة كاين واحد 15 ليكيب، واحد 15 منتخب حتى احنا معاهم، يعني في المستوى، يعني كاع 10 كاع الناس غادي تتكلم، غادي كاع الناس تتكلم. لازم سوليد المنتخب الوطني الجزائري، يعني ما تغرناش المباراة كي نربحو امام اوغندا ولا نربح تونس، ما تغركش، يعني الغرور ما يركبش. حنا كنا واه صح كانوا الناس مغرورين، رغم ان كنا اللي يعرف كرة القدم كان ينبه نبه يا ودي يا جماعة، هاد الربحات شوية ماشي ساهلين. راه كاينة حاجة يقول لك كانوا يقرونا يعني ديبو هاكا الخدمة الوطنية، يقول لك عندما تجد الطريق جميل ويوم مشمس وزقزقة العصافير فاحذر من الكمين، فاحذر من الكمين. خاطش كنا نقولوها حنايا هذه، كنت نقولها لكم يا ودي 35 31 32 يا جماعة ماشي سهلة. كون خسروا أفضل من نربحوا، يعني تخسر في مباراة كيما هاكا من خسرة المغرب خسرة تونس، يعني يشوفوا وين مخصوصين، يعني وين مخصوصين، يشوف بلي لاعبين كيما ذاك أبو جلال هذاك يدخل دوزيام ايطو أفضل من يدخل دونتري. شوف بانت بلاصة تاع أوناحي، بانت بلاصة تاع سفيان المرابط، بان حنا فيك اليوم منتخب وطني جزائري كي يلعب أمام أوغندا، أوغندا يعني نربحو. أنا غادي نشوف بلي غادي خدش عليه، حنا طحنا في مجموعة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. حنا نقولها لكم ونعاود، حنا كون طحنا مع يعني إفريقيا جنوب إفريقيا، وطحنا مع بوركينا فاسو، ولا طحنا مع غينيا استوائيه ولا حاجه، ما تربحهمش تربحهمش. حنا مليح حالنا رانا نلعبو، ما راناش نلعبو في بلدان الناس، مليح حالنا حنايا. هاك تشوف مخلك طنزانيا لعبنا لهم، بصح النيجر والاخرين ما راناش نلعبو لهم في بلاداتهم، رانا نبردو معاهم وصايب. يعني وين نعاودو نولو في افريقيا، لبعض المنتخبات ما بقاش منتخب صغير وكبير، كل المنتخبات الإفريقية تطورت بحكم تواجد كم هائل من اللاعبين الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية، وحتى اللي يلعبوا في الدوريات المحلية والإفريقية مستواهم جيد بحكم التكوين الجيد. والمنتخبات التي تألقت في نهائيات كأس العالم راح تلقى ظروف صعبة في أدغال إفريقيا، في مقدمتهم يعني السنغال، شأن يعني السنغال المغرب وين تلاقاو صعوبات، شأن حتى السنغال صح هادو تكاليفاو ما تنجمش كيفاش مام السنغال ماتشين مع البنين، يعني ما السنغال مي بغات الأولى تلعب ربحت بربعة خمسة خمسة خمسة، يعني ما نجموش. لا 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 هذو المباريات صوت هذو الجولات هذه ما لا، كاين اشياء ما خات، كاين لاعبين اللي يخموا على الانتقالات تاعهم، يخافوا على رجليهم، يخافوا بزاف صوالح. وحتى المنظم البطوله القادمه المنتخب الكوتيفوار خسر بثلاثيه نظيفه ضد زومبيا، وتونس خسرت ضد غينيا الاستوائيه، وحتى مصر فازت بصعوبه اخر في اخر مباراه لها، الامور مختلفه جدا عن يعني في افريقيا. منتخبات افريقيا وكما سبق وذكرت تطورت وما رجعتش تعتمد على الجانب البدني كما السنوات الماضيه، وانما رجعت تبني من الخلف وتلعب كرة قدم حديثة كما رانا نشوفه في المستوى العالي. وكل هذا راجع للاعبين اللي ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية، كذلك الاعتماد على مدربين، وحتى المحللين رجعوا يتحصلون على شهادات عليا في التدريب ويدرسون ويتكونون، وكاين منتخبات رجعت تعتمد على التكوين كما يعني غومبيا السنغال المالي المغرب و
وغيرها، وهذا شيء يصنع الفرق. شهر سبتمبر أفضل فترة لضبط التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا والذهاب للكوتيفوار بأفضل تعدد، ويكون جاهز من كل النواحي، ولازم التحضير يكون في أجواء مماثلة للبلاد المنظم حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة. هذه باش يكون على بالكم. يعني الناس اللي تهضر على يعني والله جنوب إفريقيا منتخب، جنوب إفريقيا ويلعب يعني كرة جميلة، لكن بغياب بعض اللاعبين. قد كاين اللي يخرج يقول لك، كاين اللي بزاف يقول لك هذه هي إفريقيا اللعينة. يا ودي لا شيطان، إفريقيا اللعينة تعاير في تعاير في قارة ساكن فيها، تعايروا قارة ساكنين فيها، والله لا بالصح، يا الله ما فهمنا كاع، تعايروا قارة ساكنين فيها، ربي يهديكم برك. نعيش بلاد، نعيش قارة اللي ساكن فيها انايا، هذه نقولها لكم التالي. انا مادام عندنا اتحادية هاوية وتقدم أسوأ صورة عن كرة القدم الجزائرية، يعني هذه هي، ما عندناش حنا، ما عندنا لا مدرب، ناس يدير، ناس يخدم، ناس خدمت، ناس قدمت ما عليها، هذه هي، ناس قدمت ما عليها، يعني وناس ناس راهي صايب صابتها واجدة كما نشوفوا، بصح ما كاش تطور في المنتخب الوطني الجزائري. يعني خاصنا مدرب. على بالنا بلي هذا ضركم، بصح انا نبقى نقول لكم بلي خاصنا مدرب، خاطر عليه غادي تكون، ما غاديش تكون دوره سهله متالي كاع، ما غاديش تكون دوره سهله. انا نقول لكم بلي المنتخب الوطني الجزائري باش تشوف ضروك يعني تربح، صح تربح، وغادي تشوف المجموعة اللي رانا فيها، حنا عندنا 12 نقطة والدوزيام عنده 4 بوان، يعني خلينا غاديك ما نزيدوش نهضرو صوالح وخت اخرين، هادي هي، ما غاديش نهضرو صوالح وخت اخرين، متالي كاع، هادي اللي نشوفوها ونقولوها، بخاطر لأن المنتخب الوطني الجزائري كل نقولو بلي خاصة ستاف تكنيك بمعنى الكلمه. الناس تهضر على مدربين ضخ دماء، تهضر على لاعبين ضخ دماء، يعني انا نقول لكم يا ودي فانيك اللي قلنا ضخ دماء في الصح، يكون عندك ستاف تكنيك واقف، وتكون عندك اتحاديه واقفه، يعني كيكون عندك واحد كيما بوعناني، وسوف يكون مشروع كبير بالصح. ما يكونش عندك مدرب كيفاش يتعامل مع هذا اللعاب، ما عندك واحد كيما عوار، ما يكونش عندك مدرب كيفاش يتعامل مع هذو، لازم لك مدرب يعرف كيفاش يتعامل خويا. ما التالي كاع هذا من العامل، كاين بزاف لا مغالطين، كاين بزاف هم حاسبينا يعني كيما جا داك المشرف تاعكم 6 شهور ودينا كوب دافريك، لا باش كيف هاك العمل، خاطر المدربين اللي غادي يدخلوا بخطه جهنميه. حنا ما عندناش، حنا شاهدنا المدرب تاعنا صورتو الى مركاونا لادفيرسير مركانا الاول، يا ودي ما كان لا تغيير، كلشي بحر، كلشي بحر، تشوف البكابر الاخرى، تشوف واحد داير هاك، واحد يضربوا في القرع، يضربوا هذا مكان، هذه اللي نولوا فور فيها حنايا، ما مليام كان والو خويا. بينين ومن عند السنغال، بصح السنغال ما لعبش بكرون كومبلي، باش يكون على بالكم السنغال ما لعبش كرون كومبلي، هذه هي داروا 0-0، ما لعبوش كرون كومبلي خويا، كون لعبوا كرون كومبلي واه السنغال كانت محتاجة النقاط في الأولى اللي تقلبها ترسلها بالسكور،
ولا ثلاثة كتبو ترسلو بالسكور. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دايما معكم بجديد. و لي شي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.